تعتبر ولاية النيل الأزرق التي تقع في الجنوب الشرقي للسودان من الولايات التي تتمتع بالعديد من الأشكال التراثية وفرق الفنون الشعبية، ومن هذه الفرق فرقة الرجاريج، وهي نموذج من جملة 52 فرقة تقدم هذا النوع من الفنون التي تدعو للحب والسلام. بجانب ذلك هناك آلة الوازع التي تمثل واحدة من أهم أدوات التراث بهذه الولاية، وفي هذا المشهد يصف لنا عازف الوازع حسن عبد الرحيم كيفية صناعتها من نبات القرع. الوازع أساسا يعني بغصة من الطاول يزرع في محل معين، انت بتجي تعمل لك راكوبة وتزرع البذر بتاعته، تزرع المطر من السوق طبعا بيقوم من الراكوبة، ده شيء بمثل. انت بتجي لما يقوم انت بتاخده كده يتلصق عشان يطلع للراكوبة ده فوق، وبعد ما طلع بيجي هبة هبة يربى لما يبقى زي ده، يبقى في الشكل ده. أول ما طلع في الشكل ده في فترة كده معينة هو باخده، يعني باخد التكملة بتاعته بتاع النجادة بينجد بكون زي ده. انت بتيجي تجيبه تقطع، لما تقطع من هنا بتحطه في موية، حطه في موية، الموية بيجي بزقي عشان بقدر اطلع اللبة جوا ده، بيطلع لما الموية ده يخش، لما يطلع برا بيديك الشكل ده كويس، بكون فاضي زي ده، يعني ما في أي نهاية تاني جوا. تبتجي تجيب تقطه تاني، جيت التاني خطيته، بعد ما خطيته انت بتجي دار تصنع الوازة، تجيب تقطه بالشكل ده. ويقول محمود درار وهو أحد عازفي آلة الوازة أنهم يستخدمونها في معظم المناسبات وفي موسم الحصاد لبث الحماس في نفوس المواطنين. في كل الأعياد القومية تلقانا في التراث العادي، في العادة، في المناسبات، في الأعراس، في كل التراثات. وفي زمن برضو جدع النار، عندهم جدع النار ولسه ما جاء طبعا موسم، ما جاء الحصاد، عيد الحصاد بالضبط. في كل المناسبات دي يعني الناس بتعزف. ولضبط الإيقاع الموسيقي تستعين الفرقة بقرون الحيوانات، ويتم ضربها على خشبة مثبتة على الكتف. من أنفاس الناس تتشكل ألحان وموسيقى لا تقتصر مهمتها على الرقص والطرب، إنما تحكي عن إرث وتاريخ وحضارة. Thank you.